بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مساء الخير البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وان شاء الله تكونوا كامل لاباس. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات كاطو جواهر. واليوم ان شاء الله حبيباتي جبت لكم وصفه رائعه يا البنات تاع المولي كيك. كما على بالكم البنات، مولي كيك هو يعني نوع من الكيك. حنا نعرفوا لا جينواز، بزاف اللي يعرفوا غير لا جينواز. مولي كيك ما يعرفوهش بزاف تاع الناس، اللي يعرفوه هما يعني لي سبيسياليست في هذا الدومين. المولي كيك حبيباتي نديروه باسكو يجي متماسك شويه على لا جينواز، يعني نديروه كيكون عندنا كيكه تاع الطبقات. اون بريفير نستعملوا المولي كيك. هنا البنات في المولي كيك تاعي عندي يعني المول تاعي اللي راح نطيب فيه المولي كيك 20 سنتيمتر، يعني راح نعطيكم مقادير تاع مول تاع قياس 20 سنتيمتر. في 20 سنتيمتر يا بنات واش نحتاج؟ نحتاج في الكريمه السائله، هي الاولى يا البنات نحتاجوها، تكون كريمه بنسبه دسم 35%. 35% نستعملو امبرينت ولا بالطوش ولا اوبلا، هادو كامل دي كريم اللي انا نخدم بهم ويعطوني نتيجه رائعه. واش ندير البنات؟ ندير 444 غرام تاع الكريمه السائله، نديرها تطلع يعني تطلع لي مليح تولي متماسكه، نحيها ونحطها في الفريجيدار كيما راكم تشوفوا. ماشي شرط البيتخي، لا عندك روبو هكا روبو تاع اليد يعني اللي تشد باليد، معليش استعمليه ما فيها بس. انا هنا كنت طلعتها مليح مليح، شوفوا البنات حتى تولي لي زبده، نحطها في الفريجيدار ونخليها. ونجي هنا البنات نمسح الغيسيبيون، نغسل الغيسيبيون تاعي مليح مليح ونشفو مليح من الماء. واش ندير؟ ندير 5 تاع البيض مع 444 غرام، عفوا 5 ولا 4، والله نورمالمون 5 بيض، 5 بيض فوالا، 5 بيض مع 444 غرام تاع السكر، نديرهم يضربوا حتى يولي الخليط ابيض وثقيل. هنا كنت درت قريصه تاع الملح ما نساوهاش، قرصه تاع الملح تعاون البيض باش يتضاعف وتقتل هذيك السموجيه تاع البنه. هنا درت البيض وقرصه تاع الملح يضرب شويه برك، وضفت له 444 غرام تاع السكر. نخلي الخليط تاعي البنات يضرب لي مليح مليح حتى يبيض، يعني حتى يبيض لي البيض. ناكد ونعاود درجه حراره الغرفه، ما يكونش في الفريجيدار. غيسيبيون تاعكم يكون ناشف وممسوح مليح مليح، قطره ما فيهش. يضرب لنا البيض مليح مع السكر، نجي نوزن 444 غرام تاع الفرينه. ماركو المقادير البنات، يعني راني نقول لكم او ميم طون طريقه العمل راهي قدامكم. درت لهم ان ساشي دو لا ليفور وشويه، يعني 14 غرام الساشي. شحال فيه الساشي؟ فيه 10 غرام، انا زدت له شويه واحد 4 غرام. هنا 444 غرام يا البنات تاع الفرينه، زدت لها كميه قليله تاع 50 غرام تاع الكاكاو فوالا، اللي تحب اللي انا بالعاني زدتها لها. علاش؟ باش يجيني اكثر تماسك، يعني اكثر تماسك. اللي تحب يعني ما يجيها خفيف خفيف راح ديرو في طبقه واحده، تنقص من الفرينه وتعوضها كاكاو فوالا. كيما راكم تشوفوا هنا راهي تضرب، وراني نضيف له هذيك الفرينه وهذيك الكاكاو تاعي. من الافضل تغربلوه، ولكن هنا كي عندنا مولي كيك يعني الهدف تاعنا يتمزجوا لنا كاع المكونات، يعني اللي راح يديفلوبي الكيكه تاعنا واللي راح يخدم خدمه يعني يخدم الخدمه الاكثر يعني اللي لازم يخدمها هي لا كريم فريش. مي دو بريفيرونس يا البنات كي تطلعوا البيض والسكر تاعكم غربلوا الفرينه والكاكاو ودخلوها تدريجيا فوالا، تدريجيا. هنا البنات بعد ما كملنا الخليط تاعنا، جيت ندخل الكريمه السائله اللي كنا طلعناها من قبل. قلنا 444 غرام تاع كريمه سائله كنا طلعناها من قبل فوالا، وكانت في الفريجيدار. ما ضحكوش الفوي تاعي اللي تاعو طير، الغو اللي طيرتها كامل وشديتو غير هكداك باش ما يعذبنيش.
هنا البنات كنت شعلت الفوخ تاعي مسبقا، يعني كي نبدا نطلع في البيض ونطلع نروح الحاجه الاولى اللي نديرها نشعل المول، نشعل عفوا الفرن، وتاني حاجه اللي نديرها نغلف المول تاعي، ومن بعد نروح نخدم الكيك تاعي. هنا البنات كيما راكم تشوفوا كنت فرغت الخليط تاعي في المول، وشوفوا حبيباتي هاد الحركه اللي راني ندير فيها باش ما يخرج لكمش هذاك القنقوب بزاف، يعني ما تطلعش لدرجه تحت تخسر لكم الكيكه. شوفوا هنا البنات شحال الشباب، يعني الكيك هذا وشحال رطب ويجي يا البنات الطري ومشمخ ما شاء الله، يعني اروع ما دقت في المولي كيك. انا كنت خادمه البنات ديجا، كنت خادمه واحد يعني طبقه الفوقانيه، وهنا هذا تاع الطبقه التحتانيه. هنا البنات كنت مزروبه ما نكذبش عليكم، يعني في نفس النهار خدمته في نفس النهار خليته برد ودرت له المونتاج من توما. لا لا المولي كيك تاعكم توجور خدموه مقبل، فهمتوني حبيباتي خدموه مقبل على جال واش على جال باش يتماسك، وكي تقطعوه ما يدير لكمش الفراتت بزاف وما يعذبكمش في الخدمه. هنا حبيت نوري لكم فقط كيفاش جا، باسكو راحت لي لقطه تاع المولي كيك الاول كيفاش جا. مي شوفوا هذا وشوفوا كي تعبزوا عليه تسمع واحد بش بش تاع الشمخ. نتمنى الفيديو تاعي يكون نال الاعجاب تاعكم، ما تنسونيش باللايك حبيباتي، دعموني باللايك وسبسكرايب اللي مازال ما دار سبسكرايب، تهلاو لي في رواحتكم، يلا بسلامه.